احنا اول فيديو معانا في تعليم البلالين، هنعرف النهاردة منين البلالين بتحتاج ايه عشان تعمل اشكال بالبلالين. هنعرف كل ده باذن الله. اول حاجة هنحتاجها المنفاخ، ده اكيد تمام، بيتجاب من العتبة، سعره بالظبط 15 جنيه. تمام، بعد كده قلم من اي مكتبة جنب حضرتك، تقدر تجيبه من اي مكتبة. تمام، بعد كده بلالين، ده اول نوع، اول نوع دوت موجود في النزهة وسعره 55 جنيه. تمام، وده تاني نوع برضو موجود في النزهة بس سعره 65 جنيه، افضل من التاني دوت شوية بس لون واحد. تمام، وهنعمل اول شكل ويبقى كلب زي ده كده. تمام، ده الكلب اللي هنعمله، البالونة والمنفاخ بتاعنا. البالونة بتتحط في المنفاخ كده اهو. تمام، بندوس هنا كده عشان نعرف ننفخ، بندوس هنا جامد على البالونة وننفخ كده ورا بعض، ما ينفعش ننفخ كده ونسيب، هتفسي تاني، فهننفخ بالظبط، نفخ معانا تقريبا 8 صوابع، سايبينهم فاضيين. هنربط البالونة بتاعتنا، أي طريقة تربط بيها مفيش أي مشكلة. تمام، ده بالظبط 4 صوابع، ده البق بتاع الكلب تقريبا 4 صوابع هو. تمام، بعد كده 3 صوابع، العينين 3 صوابع، 3 صوابع كمان، هما 3 صوابع، برضو 3 صوابع هما. تمام، دي كده هندمجوا مع بعض، هنلفهم كده كده، بقت العين والبق. تمام، نعمل الرقبة بتاعة الكلب. تمام، دي كده الرجلين، ادي اول رجل، رجل بتكون 4 صوابع برضو. تمام، وادي تاني رجل. تمام، هنلفهم مع بعض كده، عملنا نص جسم الكلب تقريبا. نعمل جسمه اهو بالطريقة دي. بعد كده هنعمل رجله، بعد كده رجل كمان اهو، نلفهم مع بعض، ادي الرجل كده. الكلب بتاعنا اتعمل، ناقص حاجة واحدة، ان احنا هندوس كده جامد هنا، هندوس على دي جامد اهو، هتنفخ فوق، هيبقى ادي، او ممكن ندوس كده واحنا بننفخ، واحنا بندوس هتنفخ فوق اهي. تمام كده، كده الديل بتاعه اتعمل. تمام، ننفخه، نعمل له عينين، ادي اول عين، بالشكل ده. في النهاية هيبقى بالشكل ده اهو. كده عملنا الكلب الحمد لله. تمام، لو عجبك الفيديو اعمل شير وسبسكرايب، وعايزين نكبر القناة على قد ما نقدر عشان نقدر نكمل، وقول رأيك في الكومنت تحت، وبإذن الله لو عجبكم الفيديو قولوا رأيكم عشان نكمل، ولو ما عجبكوش برضو قولوا رأيكم. السلام عليكم.